أهلا بكم في الدرس الأول، وهذه المقدمة التمهيدية من دورتنا الجديدة التي سوف نقوم بتخصيصها لتعلم 11 المكتبات الخاصة في تعلم المفاهيم الرياضية المعقدة، وهي ساينس بايثون اختصارا ساي باي. فأولا دعونا نقوم بأخذ فكرة عن هذه المكتبة. فكما قلنا، هذه المكتبة هي خاصة بالبايثون، وهي open source أي مفتوحة المصدر، ومختصة للتعامل مع الحسابات العلمية academic computation والحسابات التقنية. فهي تتضمن نماذج متعلقة بالأوبتمايزيشن التحسين، وذلك إذا أردنا مثلا القيام بتطبيقها على المشين ليرنينج التعلم الآلي. وأيضا تتعامل هذه المكتبة مع الجبر الخطي لينير الجبرا وما يتعلق بالعمليات على مصفوفات ماتريكسز من حساب المنقول والمقلوب وما إلى ذلك، بالإضافة إلى التكامل انتجريشن والاستقرار الرياضي انتربوليشن وغيرها من التوابع والدالات الخاصة، مثلا كتحويل فوريير السريع Fast Fourier Transform، فضلا عن توابع متعلقة للتعامل مع الإشارة والإيمجز، وحل المعادلات التفاضلية Ordinary Differential Equations وغيرها الكثير. ففعليا هذه المفاهيم الرياضية غالبا ما يتم تعلمها في المدارس والمعاهد، ولكن قلما يتم فهمها على الوجه الأكمل لأنه يتم إعطائها بشكل مجرد. لذا هذه المكتبة بما أنها مبنية على مكتبة النمباي الشهيرة، إلا أنها أيضا تتيح لنا القيام برؤية هذه الداتا بصورة مرئية Visualization، وهذا ما يساعدنا على فهم هذه العمليات وكيفية القيام بالحساب. لذا مثلا على سبيل المثال نعلم كيف نقوم بحساب مثلا التكامل، فهناك قواعد شهيرة لتطبيق هذا التكامل على مختلف المعادلات، وأيضا القيام بالرسم. فهنا الانتجريشن التكامل هو ضمن مفهوم ما يسمى Calculus ضمن الرياضيات. لذا في هذه الدورة لن نقوم فقط بالحل، وإنما سوف نقوم باستدعاء هذه المكتبة لحل بعض المسائل، ومن ثم سوف نسعى للقيام بحل هذه المسائل بطريقة يدوية ونقوم بمقارنة النتائج للتأكد من آلية عمل هذه المكتبة. وأيضا مثلا إذا أردنا القيام بحساب الاشتقاق، والذي غالبا ما نقوم باستخدامه في التعلم الآلي والماشين ليرنينج، وذلك من أجل القيام بحساب الأوبتمايزيشن والتحسين، فعندما نقوم بالاشتقاق مثلا نقوم بإنزال درجة المعادلة، وهذا ما يسهل التحكم بها والتعامل مع مجال المتحولات الخاصة بها. فمثلا نرى هنا كيف أن هذا المسار الحلزوني إذا أردنا القيام بإسقاطه على الإكسات أو الوايات يظهر لنا بهذا الشكل، وكلما قمنا مثلا بالسير بجهة معينة يضيق شيئا فشيئا، وهذا ما يمثل لحد ما الاشتقاق. فسوف نقوم بأخذ فكرة لا بأس بها عن هذه المفاهيم لتوسيع مداركنا بما يتعلق بالرياضيات وتسهيل هذه المفاهيم المعقدة. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم. أرجو أن تكون هذه الدورة مفيدة وممتعة وشيقة وغنية بالمعلومات الجديدة. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.